الحمد وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، نسال الله ان يديم علينا هذا الخير الذي نحن فيه، هذا خير عميم كبير، فعلينا ان نحمد الله عليه، ونسال الله جل وعلا ان يثبت لنا هذا الخير ويجعله اخلاصا لله جل وعلا، فما كان لله دام واتصل كان لغير الله انقطع وانفصل. ونسال الله ان تشمل رحمته بنا جميعا، وأن ينصر إخواننا في كل مكان، لا سيما في فلسطين، وهؤلاء الملعين إخوان القردة والخنازير الذين يسبون الله ليل نهار، ويشتمون ربنا جل في علاه، وينسبون له الولد بهتانا وزورا، والذين يسبون الأنبياء ويعرضون بالأنبياء، هؤلاء الذين يرمون إخواننا الآن ويقتلون الأطفال والنساء، يتقصدون ذلك، يفعلون ما فعل فرعون بهم، ولله الحمد والمنة أنهم كانوا كذلك، أنهم على ذلك، لأن الله انتقم منهم كما انتقم من فرعون. نسأل الله أن ينتقم منهم شر انتقام، ونسأل الله أن يحفظ إخواننا هناك. اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم احفظ إخواننا في غزة. وأما الآخرون، أنا أقول للمقاتلين، أنتم أعلموا أنكم الآن تواجهون أكفر أهل الأرض وأخبث أهل الأرض، فكونوا على الجد، يعني أنتم لا، يعني لا مأمن لكم إلا بين يدي الله جل في علاه، ولا نصر لكم إلا بالله جل في علاه. فاتقوا الله واسمعوا النصايح، ووحدوا الأمر، ولا تختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأيضا اجعلوا الأمر خلاصا لله جل في علاه، صححوا المقدمة تصح النتيجة كما قلنا أكثر من مرة في هذا الباب. وقلنا لكم أيضا لا تحرك لكم قط إلا بعد استشارة العلماء، ولا يجوز لكم أن تخطوا خطوة، الأمة بأسرها مرهونة بأفعالكم، فأنتم إما أن تفسدوا علينا وإما أن تصلحوا لنا، ونعلم أنكم في مأزق شديد، لكن أنتم حماة الأمة الآن وعز لنا وأنتم شرف لنا، فاتقوا الله ولا تحركوا ساكنا إلا بالرجوع إلى العلماء. وإذا قلنا ذلك في غزة، لا ننسى إخواننا في إدلب، وفي إدلب أيضا هذا الكافر، شوفهم يلعبون معكم اللعب، يقول لك صواريخ اليمن إلى إسرائيل، أي يا سيدي فين؟ في السرية؟ يا إسرائيل فين؟ في السماء الثالثة؟ يا فين إسرائيل؟ لما فين فين أين صواريخ اليمن؟ صواريخ اليمن إلى 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 إسرائيل، صواريخ إيران إلى، حركت إيران كل الأساطيل كونان، فاهم؟ وجريندايزر، هي دي اللي بتتحرك. فالأمر استعباط الأمة، استعباط الأمة، أو النصير العلوي الكافر هذا الرافض الخبيث، ها، بيضرب إخواننا في إدلب بالصواريخ، هدم مسجد خمسة أو ثلاثة، هدم ثلاث مساجد، نهيك على الأطفال، وصور الإخوة بينا لكم كيف قتلهم الخبيث. وأقول لك هؤلاء، وإحنا ما أحد ممكن يقف معنا إلا هؤلاء، هؤلاء أخبث أهل الأرض، هؤلاء أشد من اليهود وألعن، مع أنهم هم أصلا عقيدتهم مؤسسها الأصيل هو عبد الله بن سبأ اليهودي. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ إخواننا في إدلب من هذا الكافر النصير العلوي، ويحفظ إخواننا أيضا في اليمن من الحوثي الخبيث لأنه رافضي خبيث، ويحفظ إخواننا من حزب اللات في لبنان، ويحفظ إخواننا أيضا في العراق من الروافض. أنتم نائمون، الأمة نائمة، وهؤلاء هم أعدى أعداء الأمة، وهم يتكالبون عليكم ويكيدون، إياكم ألا تفهموا هذا وتفقهوه. نسأل الله أن يثبتنا معكم الحق. نبدأ صحيح البخاري، وهذه، وأيضا أذكر، هذه المجالس قد تكون نصرة لإخواننا إن صدقنا الله جل في علاه، وإن كنا حقا نعمل لدين الله جل في علاه. فقضية الكون الكبرى، يعني علماؤنا ومجاهدون وعبادنا كلهم سواء، البنا كله يحتاج إلى الجميع، فمثل هذه المجالس فيها واحد صادق لله جل في علاه يرفع يديه يدعو لعل الله ينصر إخواننا بإذن الله تعالى. نعم، إلى صحيح البخاري كتاب المغازي، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين، آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه وزنه مع كتاب المغازي، قال: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري رحمه الله عن عروة رحمه الله: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،
قال وجعله ابن إسحاق رحمه الله بعد بئر معونة وأخرين. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر. إسحاق بن نصر من الصغات الأزبرتراء والجماعة. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني اليماني. قال أخبرنا ابن جريج. ابن جريج عبد العزيز عن عبد الملك ومن الصغات الأزبرتراء والجماعة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة من الصغات الأزبرت. عن نافع. نافع أثبت الناس في ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله. وابن عمر عبد الله بن عمر من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. رضي الله عنه وعنهم جميعا أنه قال حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بين قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. الله وقال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وكانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم هي ها أخرجوا اليهود أو قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. دينان إلى الله المشتكى. نعم. وقال البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن مدرك ومن سقاط الأزبات. قال حدثنا يحيى بن حماد أيضا من الرجال الصحيح. قال أخبرنا أبو عوانة الوضاح بن الأشكري ومن سقاط. عن أبي بشر ومن سقاط الأزبات. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه من أخص التلاميذ ابن عباس. وسعيد بن جبير أخطأ في فتنة ابن الأشعث خرج معه ولذلك كانت العاقبة سيئة جدا. هذا الظالم الطاغي الأرعن الحجاج بن يوسف الذي نتقرب للأب بغضه يعني قتله. كان يستحق القتل. ما كان يستحق القتل لكنه نعم خرج عن الإمام. وذلك أنت إذا أخذته لا تقتله أصالة باتفاق أن الخارجي لو خرج عليك بسلاح فألقى السلاح تتركه. إذا استدار لا تتعقبه وإذا جرح لا تزفف عليه. ده بالإجماع باتفاق. ليس تعزيرا ممكن قتل. ليس تعزيرا المسألة ده سعيد جبير الناس كلها تحتاج إلى علم. ولذلك أحمد حنبل قال قتله يوم أن قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم جميعا على رجل منكم يريد أن يفرقوا عليكم شقعة فاقتلوه. هذا إذا لم تستطع أن تكف أداه من غير القتل وإن استطعت لو دفع بغير القتل يعني. انتهى لا مسلم أصلا بس يعني مش مهدور الدم المسألة كف أداه بس الأشعة عبرحون الأشعة كان بيقاتل بشراسة خلاص هو قتل. سعيد بن جبير هو تمكن منه من غير أن يقتل ما يجوز له أن يقتله ولا تعزيرا هذا عالم من علماء الدنيا. عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنه ونبيه سورة الحشر قال قل سورة النضير. قال البخاري تابعه هشيم عن أبي بشر ولد يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. وهكذا نقول أصلا يبقى إذا نستمطر لإخواننا نستمطر قوة الله نستمطر النصر من الله جل وعلا. والله جل وعلا اشترط علينا شروطا حتى نصل إلى ذلك. تفضل. وقال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود. نعم. قال حدثنا معتمر عن أبيه أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليه. وقال البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير حرق رسول الله نخل بني النضير وقطع وهي البويرة قال فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم جزاك الله خيرا. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب قصة بني النضير وما كان في بني النضير وأنهم تعاقدوا على الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عند إسحاق شهر ربيع الأول على رأس خمسة أشهر من وقت أحد هو خلافا في الكتاب عن عروة قال موسى بن عقبة وكانوا قد دسوا إلى قريش في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف فحضوهم عليه ودلوهم على العورة. وقال ابن سعد خرج عليهم يوم السبت في ربيع الأول على رأس 37 شهرا من مهاجره. وذكر عبد بن حميد في تفسيره عن قتادة كانت مرجعه من أحد وعن عكرمة هي قبل قتل ابن الأشرف وأنه في صبيحة قتله أجلاه من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذرنا نبكي على سيدنا
قالوا ظلنا نبكي عن سيدنا؟ فقال لهم لا. قالوا فحز على حزة؟ قال نعم. وقال الزهري الذي ذكر البخاري أسنده الحاكم في كليله من حديث موسى بن المساور عن عبد الله بن عبد بن معاذ عن معمر عنه به، وفي الإكليل عن عروة بن النضير ثم ذات الرقاع ثم دومة الجندل ثم الخندق. ويأتي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح أتاه جبريل فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال إلى أين؟ قال إلى هنا، وأشار قريضة. قريضة هنا أن السلام ذهب إليهم، لما؟ لأنه كان خان العهد، وهو الذي دعا سعد بن معاذ قال اللهم إن كنت أبقيت لمحمد صلى الله عليه وسلم حربا مع قريش فأبقيني لها، وإلا فاقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريش. لأنهم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم قوم غدر، تخلت لي ماشي. فدعا ربه لأنهم خانوا، والخيانة يبغضها الله جل وعلا، ولذلك الخيانة نقص من كل وجه. شوف قال الله تعالى فقد خانوا الله، إيش قال؟ فأمكن مكره مكر الله، يكيدون يكيد الله، يستهزئون أساس الله بهم، لكن في الخيانة لأنها نقص من كل وجه قال فقد خانوا الله من قبل، فإيش؟ فأمكن منهم، ما قال خانهم، أعوذ بالله، لأن الخيانة نقص من كل وجه. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وأيضا قد قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. المسألة لا يحب إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. قال حاجة متفق أهل المغازي على خلاف بعد إجماعهم أنها قبل الخندق، فعن أصلا قريظة كان بعد الخندق، بنو قريظة كانت بعد الخندق، لأنه سعد بن معاذ كان على آخر أيام حياته وحكم فيهم، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بما بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ورجلان هما اللذان قتلهما عمرو بن أمية الضمري حين قتل أصحاب المعونة، وكان عمرو رجل آخر في سرحهم. قال ابن هشام هو المنذر بن محمد، قال لما قاتل وأسروا عمرا ثم أطلقه عامر بن الطفيل على رقبة زعم أنها كانت على أمه، فخرج عمرو حتى إذا كان بالقرقرة. لما تأخرت؟ ما فيش اعتذر. لما تأخرت؟ أنا سؤال لما أتأخرت؟ الإجابة أجنبية، فأنت رجل صاحب حديث، أما تسأل سؤال صريح تجيب إجابة مش أجنبية. أما أقول لما تأخرت لا تقول لي اعتذر، سيب الاعتذار الآن. لما تأخرت؟ لما؟ خرج عمرو حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر، قال ابن هشام ثم من بني كلاب، وذكر أبو عمر أنهما من بني سليم، حتى نزل معه في ظل هو فيه، فكان مع العامرين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار، ولم يعلم به عمرو. وقد سألهما حين نزل ممن أنتما، فقال من بني عامر أفأمهلهما حتى إذا نام عدا عليهما فقتلهما، ويرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة، يعني له ثأر. وروى ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكر ابن عامر في دلائله أنه أتى بني قريظة فسألهم فرحبوا به وقالوا إخواننا من بني النضير، لا نحب أن نقطع أمرا دونهم، نعلمهم وتأتينا يوم كذا. فلما جاء يوم وعدهم أدخلوه في صفة لهم، ثم خرجوا يجمعون به السلاح وانتظرون ابن الأشرف أن يقدم من المدينة ليثوروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأليب. قال موسى بن عقبة ونزل في ذلك الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم زاد بن سعد. فإن ابن جحاش لما هم به قال سلام بن مشكب لا تفعلوا والله لا يخبرن بما هممتم به. الله الأخمر. شوف زبير وطلحة وسعد بن معاذ وسيد بن حضير وسعد بن عبادة. قال حي بن أخطب قد جاءكم محمد في نفيل لا يبلغون عشرة فاطرحوا عليه الحجارة فاقتلوه. يعني هذا كان من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعث عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خرجوا من بلدي فلا تساكنونني بها وقد هممتم بما هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرا. فمن رؤيا بعد ذلك ضربت عنقه فمكثوا أياما يتجهزون. فأرسل إليهم ابن أبي ابن سلول المنافق الأكبر يثبطهم فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا نخرج وأصنع ما بدا لك. أعوذ بالله. شو ما هو إذا أراد الله شيئا هيئا له أسبابه. هم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم غدرا فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجهزوا واخرجوا لا تساكنوني
لأنهم هموا بس فقط بالغدر ولم يفعلوا. شوفوا انظر بقى هنا أراد الله قتلهم كان بمن بمن عبد الله بن سلول. شو إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. فجاءهم فثبتهم على الخروج وكانه معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انظر بقى هنا النمرود والخسيس عندما يتقوى. هم أخس خلق الله لما تقوى بيضربون النساء في المستشفيات والأطفال. بشوف الخسة قالوا أرسل ابن أبي فثبتهم فأرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنا لا نخرج واصنع ما بدا لك. شوف العجرفة. فما هو ده ما الذي أراده الذي الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابهم. فقال فأرسل عبد الله بن أبي فثبتهم فأرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نخرج واصنع ما بدا لك. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر. حاربت يهود يعني ضربت على أنفسهم ضربوا على أنفسهم بالفسطاط. فخرج عليهم فاعتزلتهم قريظة تعلم ما سيأتي فلم تعنهم وخزلهم ابن أبي وخزلهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان وحصرهم 15 يوما. وكان ذكر المدة المذكورة أبو معشر ابن حبان وتوبع وفي ابن إسحاق في السير يعني عن ابن هشام 6 ليالي. ونزل تحريم الخمر. وقال سليمان التميمي قريبا من 20 ليلة. وقال ابن طلاع 23 يوما. وعن عائشة 25 يوما. وفي تفسير المقاتل 21 يوما. قال ابن سعد ثم أجلاهم فتحملوا على 600 بعير وكانت صفيا له حبسا لنوابه ولم يخمسها ولم يسهم منها لأحد إلا لأبي بكر وعمر بن عوف وصهيب بن سنان والزبير بن العوام وأبي وأبي سلمة بن عبد الأسد وأبي دجان. لأن هذه لم تفتح إيش عنوة إنما فتحت صلحا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى لأول الحشر هو أول حشر إلى الشام يحشر إليها يوم القيامة. وهذه من علامات الساعة لما سأل عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم عن أول علامات الساعة قال نار تحشر الناس إلى محشرهم. الزراعات رفع الزراعات نعم الزراعات قرية ماء الزراعات في الأردن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والحديث الأول في هذا الباب حاربت النضير وقريضة فأجل بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم. قريضة أيضا جاء بعدهم عندما خانوا الله ورسوله خانوه في تأليب اليهود وتأليب العرب على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بإحاطة عظيمة محكمة. ثم رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ثم رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لكنه بعد ما انتهى وردهم الله جل في علاه جاء جبريل إلى النبي الأمين قال ماذا فعلت خلعت اللأمة قال نعم قال ما خلعتها قال إلى أين قال إلى بني قريظة. وكان قد جهز نفسه سعد بالدعاء فنزلوا على حكم سعد حكم بقتل المقاتلة وسبي الذراري. وهنا في قول أول الحشر قيل هو أول حشر إلى الشام يحشر يوم القيامة. وقال الأزهري قال القطبي الحشر الجلاء وذلك أن بني النضير أول من أخرج من ديارهم قال امتين ومخرجه وخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خانوا. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أن الأنصار كانوا يجعلون نخلات للنبي خاصة به حتى فتح الله عليه بني قريظة فكانت غنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي أجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهؤلاء هم مرات عبد الله بن سلام. شوف عرفوا هو عبد الله بن سلام هو خير الناس في اليهود. ويهود أيضا بني حارثة وكل يهود المدينة. وكلام ابن عباس في قوله أنه قال سورة الحشر قال قل سورة النضير ولأنها فيها إجلاء بني النضير. والحديث الثالث أنه كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم يعني يعطيهم ما أعطوا وزيادة. من الحديث الذي بعده حديث آدم والليس قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا الليس عن ابن عمر أنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. والحقيقة الأصل أنه عدم تقطيع الشجر والإحراق وعدم أيضا قتل الذين في الصوامع وقتل النساء هذا الأصل. ثم بعد ذلك النظر قالوا بيربوا بالسهام من خلال النخل فكان الصحابة بيقتلون. نعم هو الحاصل ما المسألة قادمة إلا أن يكون في ذلك الإيش المصلحة إلا أن يكون في ذلك المصلحة فمن المصلحة أن يكون الحرق أو القتل فيجوز ذلك لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة قال ما كانت هذه لتقاتل
وبعد ذلك قالوا له نبيت القوم وليس فيهم يعني إلا النساء وفيهم النساء والأطفال ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم حكمهم حكمهم وهذا الحكم الغالب في هذا الباب. وأيضا عدم تعطيل المصالح. قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصلها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فكانت هذا ما استفيد من قوله وليخزي الفاسقين. وتسألونني ما يحدث فينا الذي يحدث فينا هذا لما يحدث فينا وتسألونني لما ركب الله يعني ركب علينا أهل الأهواء والبدع والضلالات تسألون لما تحكم فينا إخوان القردة والخنازير تسألونني على ذلك. أما جاءكم نبأ الرجل لما سمع ابن عينة وغيره في انعقاد الدرس فبات في المسجد ثلاثة أيام لا يخرج منه وما كان يأكل هو الماء فلذلك كان يبول في طيلسان وما يتحرك من مكانه حتى يكون على وجهة المجلس. وتسألونني نهيك على أنه أصلاً الأمر هذا فيه دلالة على عدم احترام ما أنتم فيه وعدم معرفة قدره. وأنا ليل نهار قلت أن أنا دندنت على 10 حاجات الإخوة لازم تسمع الأمر دوت أن اليهود نجحت فينا 10 نجاحات من أهم النجاحات اللي نجحت فينا مشاهدة الضربات دي ما بتقوي الظهر وتجعل الرد عليهم أقوى. يعني أي ضرب فيهم هم الآن هيهجوا من المكان. هم أصلاً أجبل من الفئران. اليهود أجبل من الفئران. يعني لو في بعض القوة المركزة في الضرب عليهم لو بالطوب بالحجارة يفرون. هو يا شيخ ما هو أصعب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان في هذا الباب. وهم أجبن خلق الله يتجرؤون علينا لما نحن من النجاحات أنهم أسقطوا هيبة العلماء. وهذه إسقاطها من أنت ما أنتش عارف أصلا لا العالم ولا غيره. ده أول شيء مخلط ولا أنت فاهم يعني عالم ولا فاهم أي شيء جالس هكذا عامل فيها طالب علم وأنت ما تعرف حتى الفرق بين عالم وبين غيره. ده معروف في هذا الباب. ثم بعد ذلك عدم معرفة التفريق بين العلماء اختلط الحابل بالنابل. ثم بعد ذلك وضعتم الشيء في غير موضعه. كل العوام عملوا كده وضعوا شيء في غير موضعه. العوام عندهم أي موعظة بليغة أو يعني حتى المحدث بتاعنا نفس الحكاية أنا بعده من العوام إلى الآن الله بقى يطلعه من العوام في هذا الباب. وكل مرة أنا عشان نكون صريحا كل مرة سألوا يا ابني أنت إيه اللي حطه ده ليه حط الدول فكانت الإجابة ولا أنا أجاوب عنك على الفيس اللي فيه الحاجات. بقول له طب أنت بتسمع ده بيقول لي عشان الناس كلها تسمع حاجة يعني كله يسمع وخلاص. طب كله يسمع أنت ماذا تفعل ليه ما تخلط يعرف الفرق بين العالم وبين غيره عشان تعرف الوجهة عشان تضع شيء في موضعه وده الصحيح. لما آخر يقول لك أنا كنت جالس ومنتظر حد يتصل بي يقول لي يلا تفضل أستاذ جه يا أنت في مدرسة السادات. السادات دي مش السادات اللي مات. السادات دي مدرسة هنا عندنا ولا خليها اسمها مدرسة النيل عشان يبقى هو ما يقولوش ذكر. ها أنت في مدرسة محمد عبده أول شيء التفوق العسكري الفائق علينا موجود وهذه قوة المادية كلها بأيديهم في هذا الباب. وإحنا السبب مع أن إحنا أصلا متفوقين عليهم في كل شيء عقلا وهم أغبياء أصلا. أموالنا بتأخذ بقى الأموال بطريق وبغير طريق شغل آخر. هذا شغل آخر. والأمر الثاني من ثاني النجاحات إهدار مكانة العلماء إسقاط هيبة العلماء اسقاط هيبة العلماء اسقاط يعني شوف شيخ في واحد هنا من المكان لا انت جالس وهو جالس عامل كده يقول لك ايه ده مش يحمد ربنا احنا قاعدين بنسمع له انت فاهم ازاي جاب النور عليك يا انا بقول له يا مغفل روح انت اصلا عندنا لا تساوي قله. ده احنا بنكلم القلل وبنرى ان القله هذا يعني اعظم ما يكون. أنت تحمد الله أنك وجدت من يقبلك تجد تسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكتبك الملك ويذكر اسمك في الملأ الأعلى. فثانية إسقاط العلماء. الثالثة تفريغ الأمة من هويتها. مفيش هوية الأمة زي ما لاش هوية. الأمر الرابع تسليط الضوء على الشباب بأمرين. الأمر الأول الشباب دول لهم همة كبيرة جدا تفريغ همتهم في المهرجانات تخريج همتهم في هذا يعني بالعربي تقول تكسير أي هدف عندهم أو اطلاع أو تطلع
لأنه جالس بيموت، إذا كان طبيب أو مهندس أو محاسب بيموت مذاكرة ومراجعة، ويطلع يقول لك الأستاذ شواحة، مش عارف اسمه شواحة اسمه الأستاذ لواحة، عشان باش في اسم كده، الأستاذ لواحة عقد مؤتمر في إسبانيا للمهرجان الجديد، والأستاذ تفاحة عرى يعني قد عقدوا له برنامج كاملا أسبوعا كاملا تحت المية مع الحيتان والأسماك، فهم للعزف الجديد، ولا للبتاع الأخ اللي يقول له 3 ساعة و15 قرش الواد اللي في الملورديان، وبيقول لك مكتسح الدنيا كلها، يقول لك لما جيت ب 15 ساعة جبت 5 ساعة، أنا مش فاهم إيه اللي بيتقال. واحدة كتبت عليه أنا أفخر إن أنا مصرية ومصري بهؤلاء الشباب، أنا قلت إيه ده، إيه اللي حصل، فتحوا أي بلد، إيه اللي حصل، في إيه العلم اللي فيه، طيب مش فاهم، لقيته بيتكلم على الشلم والثلاثة ساعة. دي هي دي هي دي الأغنية حقا، أغنية يسمونها تقطيع، يسمونها ربس، ما كما تسميها. فالشباب طبعا اللي ماتوا دول لما يشوفوا الكلام ده ويشوفوا انه 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 لواحه وتفاحه وحتاته وحاحه موجودين يعني لفوا العالم ولو مكانته، ماذا هيفعل؟ ماذا سيفعل؟ هيسب الطب وام الطب، فاهم حضرتك، ويلعن الهندسه باللي فيها في هذا الباب. ليه؟ انه جالس عيني طلع من الهندسه ميت، هو مهندس وبعدين يا واخده يعمل حمار بالنهار جيفها بالليل، وما فيش اي اصلا اعتناء بيه، مع ان الامه تعرف ان دول الشباب المتقدم، ده دول سواعد، ده دول الامه باسيها تشرق بهم، ما ولا لهم اي اهميه. فاليهود نجحوا في هذا الباب، تفريغ الشباب من اي تطلع لاي علو، ما فيش سمو، هي كلها كده. انت اصلا كل واحد بالله عليكم، كل اب بيمسك ابنه له طريقان فقط للرفعه فيه، ايش هما؟ اما ان تلعب كوره، نعمل مدرسه تلعب كوره، ما يدري بيجيب فلوس دلوقتي وشهره، ماشي خلاص بقى، جابها في المقص، جابها في المكان اللي هتيجي شيطان، فده خلاص، ده ابدع ابداعات ما حدش ابدعها في الدنيا زي ده. يا لا لا، يا اما تطلع صاحب مهرجانات، ادي الشباب ضيعوا شباب كده. وذلك بقى لما بيطلع لك واحد زي الأسطورة، زي فاهم، بيطلع عشان يغري الشباب، مرة يبقى حرامي، مرة يبقى ضابط، مرة بقى، المهم ان ده اسمه تدريج لتفريغ طاقة الشباب، ان الشباب مبقاش عندهم استعلاء. انت اصلا عايز تبقى طبيب يا راجل، ده رب الكون ميزنا بميزة كسرت الدنيا، يلا يا واحد بس يشرب لك حاجه في دماغه ويكتب لك 3-4 كلمات ويطلع دخلاوي، خش دخلاوي واطلع، هتطلع هتبقى اعلى مما تكون. ما هو ده، هو الشباب ما عندوش كده، ما تفهمني، فهو ده. وبعد كده الامر الثاني بقى هو تخريب اي عقيده مستقيمه، تخريب اي عقيده مستقيمه بادخال العقائد الخاربه المحارف عليه، ثم بعد ذلك استعمال طوائف من الطوائف، اسقط اي عالم بيطلع، اسقطه بقى، هذا مبتدع، ارايت ماذا فعل، بتعمل ايه يا ابن معين، يا ابن ابي حاتم، ابو زرعه، قاعدين مع 6-7، واحد فيهم يرى نفسه ابو زرعه والثاني نفسه ابن ابي حاتم، وكلهم فاضيين علميا، خواء، ما عندهمش لا ادب ولا علم، فاضيين علميا. واطلع اسمعهم، انا بقول لك اهو، مش هم سامعيني، خلوا قاعد يطلع يطرح لنا شرح بس على البخاري نشوف منه ما عنده، عشان يبين لك انه لا يساوي شيئا علميا قط. وبعد ما ده 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 جانب عشان يسقط هيبه العلماء بالتفسيق والتبديع والكلام عليه في هذا الباب. انت رايتم حد سلم من هذا الباب؟ في حد سلم؟ الشيطان نفسه سالم ودول ما سلموش، ما فيش ولا واحد تصدر في الدعوة والله أعطاه قبولا إلا ولابد. شوف المبتدع الضال، إنه فاسق، إنه ليه، وده بيعمل كده، بيقول لك أنا بنصر السنة، وهو ما يعرفش حاجة عن السنة أصلا. لما تيجي تقول له ما الفرق بين التدليس تسوية، فاهم، أو الفرق بين الإرسال والتدليس، لا أنت عارف شيء، ما عندوش. هذه نجاحات كبيرة جدا في هذا الباب، بعد تخريب العقيدة وهذه المسألة، إعواز الأمة لغيرها، تبقى أمة محتاجة، لا تقف على قدميها ولا تموت، اعواز الامه لغيرها، كل ما كنت محتاج خلاص يتك يضغط عليك باحتياجك باعوازك. لذلك مش ممكن النجاه من هذا الحصار الا بصحه الاعتقاد في رب العباد، مش ممكن النجاح ولا الخروج من هذه الشراكات الا بصحه الاعتقاد في رب العباد. انتهى الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، الشعب طيب، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا؟ نعم. فهذه النجاحات التي اودت بالامه الى
إلى ما نحن فيه. ولذلك لابد أن نعود مرة ثانية ويكون الأمر فيه الخير. بنو قريظة كما قلنا إن الله جل وعلا قد انتقم منهم وجعل الأمر على يدي سعد بن معاذ لأنه كان مستجاب الدعوة ودعا ربه جل وعلا، فإن أبقيت لهم حربا، أبقيت للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة حربا مع الإسلام، فأبقي لي له، وإلا فاقبضني ولا تقبضني إلا وقد شفيت صدري ببني قريظة. وليغزي الفاسقين، أنا قلت له اللطيفة فيها، هات الآية، اقرأ الآية بقى كلها. نعم، هات بقى اللطيفة فيها. سألته ها؟ فيها كثير من اللفتات. نعم، اللام لام القسم. لا لا لا، ليس كده. وفين جوابها؟ طيب، لام التعليل. هي لام التعليل، وممكن تكون لام العاقبة أيضا، لكن هي لام التعليل. لا، هي لام التعليل، والذي هي اللطيفة في هذا. تفضل. لا، هو تركوها ياخذوها منين بقى؟ هم تركوها. الحاصل هم كانوا يتحرجون من ذلك، فالله تعالى بين لهم انكم ان فعلتم ذلك اخزيتموهم، وانتم قال ويشفي صدور قوم، فبذلك يشفي صدوركم في هذا الباب. ولذلك العلماء نظروا في هذه المساله، حتى عقر الدواب قالوا المساله ينظر فيها، اذا كانوا سينتفعون بها يبقى تخربها اول، لا ينتفع، لا تجعلوا شيئا ينتفعون به. وهذه كما قلت كل المجاهدين لابد ان يتعلموا هذه الابواب، ابواب اعظم مما تكون لابد ان يتعلموها في هذه المساله. فان كانوا سينتفعون بها فلكم تقطيع، ولكم التحريق، ولكم ايضا الافساد فيها. لما؟ حتى لا ينتفع وتقوى بها على المسلم. فان لم يكن فاتركها، لان هذه ستكون تقع في الغنائم عن المسلمين في هذه المساله. لكن الله جل وعلا اراد ان يريح قلوبهم، فقال ما قطعتم من لينة شجرة، يعني ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني قطعتم ده بيش بإذن الله، تركتم ده، فيبقى المسألة دائرة على مطلب الشرع. لذلك قال في الناحيتين ليغزي الفاسقين، فأنتم بهذا قد فعلتم ما أمر الله به، وبهذا أيضا وصلتم إلى خزي الفاسقين. ولذلك قلت لكم حتى في الجهاد لابد له من ضوابط وأمور وعلم وأحكام يرجع فيها للعالم الراسخ في هذا الباب ويعرف. مش من اللطائف أيضا أن المشركون وقوموا في الصلاة، إن المشركين يا لغة عربية يا أستاذ لغة عربية، نعم، الدور على المعنى، المشركين هم قوموا في السوق فلا تجد الفسوق منهم، يعني لا تجد إيش؟ لا يستعون الخيرات، إنما هم قوموا في السوق. نعم، وده الأصل. ولذلك هو بيّن لهم يعني القطع تقطعونه ليغزي الفاسقين، جعلكم الله سببا في خزي الفاسقين. ولذلك هو الله جعل يجعل النصر على يد المؤمنين، لكن لو صدقوا الله في شروط لازم احنا نؤديها حتى نصل إلى ما نصل إليه. هو السؤال اللي يطرح دلوقتي، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، هي المرحلة دي اللي في حد ذاتها القرآن اللي احنا بنعيشها دلوقتي؟ ما في هذا، لا هي مع الدجال، نهايتهم مع الدجال. وقول الحجر يا مسلم يا عبد الله، شوف حتى الحجر إذا تكلم ماذا سيقول؟ يا مسلم يا عبد الله، يعني لابد أن يكون فيها التوحيد الكامل في هذا الباب، لن تستطيع أن تتغلب عليه إلا بهذه الصفة. لا هو الله بيّن لكم لن تستطيع أن تتغلب عليه إلا أن تكون بهذه الصفة، يا مسلم يا عبد الله. عاد في المريض تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في عمران بيت المقدس خراب يثرب، خراب يثرب بدء محمد ظهور الدجال. الحديث ضعيف وراجعوه انظر فيه، حديث ضعيف. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم،
وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.